بسم الله الرحمن الرحيم، كيف حالكم شباب؟ معكم أخوكم ناصر، واليوم عندنا تجربة للآيفون 5S وتجربة للآيفون 5C ومقارنة سريعة بينهم. نبدأ أول شيء بمواصفات الآيفون 5S. الجهاز يجي بشاشة 4 إنش، شاشة ريتنا، والجهاز متوفر بثلاث ألوان اللي هو الفضي الفضائي سبيس جراي المتوفر هنا، واللون الذهبي واللون الأبيض مع الفضي. أول شيء المعالج، الجهاز يجي بمعالج A7 ثنائي النواة 1.3 بس ببنية 64 بت، وهو أول جهاز يجي بهذه البنية. وفي معالج ثنائي صغير للحركة والأشياء زي كذا اللي هو معالج M7. بعدين عندنا الشبكات، يدعم شبكات الجيل الرابع والجيل الثالث، وفي بلوتوث 4، في الكاميرا 8 ميجا بكسل، بس وسعوا حجم السنسر ل1.5 الترا بكسل، وفتح العدسة 2.2 فيعطينا صور أحسن من 8 ميجا بكسل. الكاميرا فيها خاصية سلو موشن والبرست مود اللي هو الشتر السريع، والكاميرا الأمامية ما تغيرت نفسها. والجهاز يتوفر بنسخ 16 و 32 و 64 جيجا، والجهاز يجي فيه ميزة البصمة تاتش اي دي. الحين مع مواصفات الايفون 5C، الايفون 5C يتوفر ب5 ألوان اللي هو الأبيض والزهري والأصفر والأزرق والأخضر. هذا هو الأخضر اللي متوفر هنا زي ما أنتم شايفين. الجهاز يجي بمواصفات الآيفون 5 بس مع تغيير التصميم الخارجي اللي هو معالج A6، وفي الكاميرا 8 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية نفسها بلوتوث 4، عندكم نفس الشاشة، واللي يدعم الجيل الرابع والجيل الثالث، وهذه هي أهم مزايا الجهاز. نبدأ بسم الله. معنا الحين الآيفون 5S، نجرب ميزة البصمة. هي موجودة بزر الهوم عن طريق وضع الإصبع بهذه الطريقة يفتح الجهاز مثل ما أنتم شايفين. الجهازين فيهم iOS 7، آخر إصدارات نظام أبل اللي هو تغير كليا. وهذا الايفون 5C، ما في لا يدعم البصمة، بس ان تصميم الجهاز الجميل اللي هو الالوان المميزة مثل ما انتم شايفين هذا الجهاز. طيب نسوي مقارنة سريعة بين الجهازين. بسم الله، نجرب فتح تطبيق التقويم بالجهازين. السرعة بالجهازين متقاربة. نجرب تطبيق الآلة الحاسبة وينها مثل ما انتم شايفين هنا. الجهازين سرعتهم قريبة من بعض. المميز بالآيفون 5S اللي هو الكاميرا أكثر شيء. مثل ما انتم شايفين هنا عندكم وضع تصوير السريع عن طريق التعليق على هذا الزر. في عندكم وضع التصوير البطيء سلو موشن هنا، وضع المربع ووضع البانوراما. الايفون 5C متوفر فيه هذه الاشياء، بس ميزة السلو موشن غير متوفرة فيه مثل ما انتم شايفين الفيديو. بس التصوير السريع مو متوفر فيه. عندكم فلاتر الحية في الجهازين والسكوير والبانوراما. هذه كانت مقارنة سريعة بين الايفون 5C والايفون 5S. اتمنى انها عجبتكم، لا تنسوا تسووا سبسكرايب ولايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.